السوق انت طلع الناس راه ما بيع ما شاريا تحبس هادشي وقف التجاره راه وقفات الناس ما كاينه واقفه انت سرع عينك في الكاميرا ما كاين لا بيع لا شراء لا والو الناس واقفين انت شو السوق سرع في عينك من وراء لا مورا العيد دوك اليامات الاولين السيمانه الاولى الثانيه تحرك السوق شويه تحرك السوق شويه دوك الكسابه اللي لقيتي شويه ولا كذا وما دابا حاليا كاين الثمن كان ثمن خليتي الثمن في العيد وجا مورا العيد اكثر منه جا الثمن بحال ديال العيد هادو تباعوا بشحال بعتيهم هادي هادو تباعوا ب 35 الغرابه هادي اللي كتقول لي انت خلفه تاع 16 و17 و15 ولا تشوف 35000 ريال العلف غالي وراه 4 سنين لا 6 سنين لا 7 سنين هادي ديال الجفاف تايرا كانت منظيم من هاد العوامل هادو وهاد الناس ما تلاوش شي يخليو ما تلاوش شي يلحو البعين حيت بكري حنايا الاربعه القديمه وكذا اللي كانت دول العسكر تيبيعو حتى الاخر ويطلقوها ما قاد عليهاش واحد لقيته كان الجفاف بحال في 82 وحتى 86 تيجيو الناس ما قادتش على البعين كتلقى حاليا تيكسبوها تيرد هاد الخروفه الى ردها مثلا ترانسبور 1000 ريال وشحال بيوكلها سيمانه اخرى كامله وما تقول تبرى فات 80 ريال 80 ريال اييه والعلف الاخر فوق ال 120 الشعير هو الاخر 120 هاد الكلام خاوي نعمه الله في المغرب ما عمرها كتقادا الاثمان اللي بقات شاده راسها راني قلت لك السبب ديالها واحد 7 سنين الجفاف وكل شيء تيشري من العانوت تيشري لراسو ياكل وتيوكل هاد البعيم من العانوت كاين الثمن يعني ما كاينش هايت المبلغ دابا فات العدد المشرى المبلغ فات العدد المشرى ما بقاش انسان قاد تيشري خير الثمن اللي زايد هما الخيولات انت الخروفات ضوي عليهم هالخروفات راه السوق ما بين قول الى هضرتي على الخروف اللي غلط ومليح وكذا راه وصل لمليون 160 180 140 يعني 120 الثمن كاين الثمن والنعجه حاليا راه كاينه النعجه اللي ب 100000 140 160 130 النعجه اللي كانت رخيصه راه ما بقاتش السومه كذا تيدور بنادم حتى تيعيا وتيزيد بحالو السومه كاينه هي اللي تعتمدوا على الكزال حيت هي الاقتصاد البلاد النعجه ديك النعجه اللي كانت تيقاديها الكزال واحد الوقت حنا وصلنا على هذا السبب ها هو دابا انقرضت النعجه اقتصاد البلاد الخروفه قليله هي قدام قليله والثمن كاين الثمن كاين في الخروفه في الخروف في النعجه ما كايناش شي حاجه رخيصه حتى في البقري محروم من اللحم اللي راه رخيص شي جاغول ولا كذا هو اللي رخيص انت الجفاف اللي قد على هادشي كلشي راه عند وحده المشكل من العيد الكبير حنا لا حيت النعجه ما بقاش واحد يكسبها علاش ما بقاش النعجه تكسبها الناس اللي قادين عليها الناس المسكين ما بقاش يكسبها علاش كتكسبها حيت وحده العفقله ما بقاش واحد يقدر يكسبها كاع النعجه حتى واحد ما بقاش يقدر يكسبها هي اللي كتولد هي اقتصاد البلاد هي اللي كتولد الخروف والخروفه ماشي بحال نقول لك الخير كاين الخير ما كاينش الخير الجفاف سكت الناس صافي راه ما خلاني انت كنقول النعجه الا ما كان نيتوني راه ما يكسبهاش النعجه كان الدوار اللي كانت فيه 10000 النعجه حتى النعجه ما بقات عندنا حنايا كانت عندنا في الدوار 10000 النعجه شحال بقات 160 الجفاف سكت ليها ما كاينش الدعم ما كاينش العوين حتى حاجه ما كاينه الجزائر واش يشري حيت وحده قضيت عليه صافي الجفاف قضى على كل شيء علاش ما بقاوش حيت داك اللي كان كيكسب العيجات كانت عنده لويحات كاين اللي عنده قطار جوج ثلاثه كيسرحها فيها العام كامل دابا ما بقاش الجفاف ما تقلا ولا بغا يشري من الحانوت بعدا الفلاح القصير اللي قصير ورقصيف ومعاشو ما طلعتش عنده البهايم كاع دابا البهايم كاينه عند اللي لاباس عليهم منهم ومنهم واليهم المعلمين الواعرين اللي عندهم الفيرمات والماء وعندهم الدعم تيقبضوهم دوبل حيت انا شفت انا هاد الدعم ما تلاو تيقبضوه المساكين ولاو تيقبضوه العفاريت حتى ديك ال 10000 اللي خرجوا للمساكين تيشدوها العفاريت راجل واقف بطوموبيلتو وباقي ب 10000 اش بغا يدير بها المازوت داك الدعم تاع الرويزه المسكين تعطيه جوج خناسي وربعه والغندور تعطيه الموك
كانت حلوة الأيام الثمانينات لهاد الجزائر. الثمانينات كان الخير، كانوا الناس تحلطوا ويحصدوا ويخليوا ديالهم عندهم ويأكلوا بهيمهم ويطلق في الحصيدة، كل شيء منكم وإليكم. كانت البهيمة رخيصة، دابا راه تيصير عليه، راه من دروك دابا هادو اللي شتي تيهجر، راه كي تيهجر أكثر من المدرسة، حيت دابا لا بغا يصير على ولادو تينقص من ولادو من المعيشة ويصير على البهيمة. وهادشي اللي خلى هادشي هكا داير.